عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل الرحيم. وعلى بركة الله نحييكم ونجدد بكم اللقاء والترحيب مع هذه الانطلاقات المسائية مع تواصل هذه الأسماء في هذا الميدان، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. نسير وإياكم في رحلة بدائية في هذه الانطلاقة، انطلاقة شوطنا 13 والمخصص للإبكار الحقائق، والمسافة هي 4 كيلومترات. بداية وإياكم نحو الانطلاق الأول لكي أرى تواجد وانطلاقة خيرة بشعار هجن مزبار سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكي أرى كيف القادمة لهجن شحانية. يتقدم البرنس جار الله بن محمد بن عقيل على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز وصول من قبل أثير القادمة بشعار سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن سلطان الثاني حاكم بن راشد بن سالم المالكي في عملية التضمير. على المستوى الثالث بينما رابع المراكز الوصول والتواصل من قبل رهف القادمة لهجن المرقاب علي بن سالم بن حمد بن سالم المالكي. على المستوى الرابع نقلة إلى خامس المراكز وارى الوصول من قبل كية القادمة لهجن مزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني في عملية التضمير. يقدم لنا كية على المستوى الخامس. تابعنا وإياكم وشاهدنا الشعارات الحاضرة والأسماء المنطلقة في هذه الانطلاقات المسائية وحضور المؤسسات الكبيرة وانطلاقة الشعارات القوية، ولكن بعد ذلك نحو البداية الأولى وإلى الانطلاق الأول لكي أرى هذه الانطلاقة المتميزة من قبل كيف. هنا تنطلق على البداية لهجن شحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل، من يتقدم على البداية ويقدم لنا كيف على الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكي أرى وصول وانطلاقة خيرة القادمة على المستوى الثاني بشعار هجن مزبار سعد بن سالم الهولي النعيمي. على المستوى الثاني ثالث المراكز وصلت أثير القادمة بشعار سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن سلطان الثاني بقيادة حاكم بن راشد المالكي، بينما رابع المراكز تتقدم من مركز إلى مركز وراء انطلاقة رهف القادمة لهجن المرقاب علي بن سالم بن حمد المالكي. على المستوى الثاني يغير ينطلق بهذه البطلة، بينما ثالث المراكز وصلت الآن خيرة لهجن مزبار سعد بن سالم. هنا يتقدم الهولي النعيمي على المستوى الثالث. رابع المراكز وصلت أثير الآن بانطلاقة شعار سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن سلطان الثاني حاكم بن راشد المالكي، بينما خامس المراكز نوايد القادمة لهجن الشحانية. يتقدم البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الانطلاقة وعلى هذا الأداء الرائع من قبل كيف، من تنطلق على البداية لهجن الشحانية. يتقدم برنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل ويقدم لنا كيف مع العروض النهائية بدون أوامر وبدون تعليمات تذكر على الإطلاق في هذه السرعة الجنونية والخيالية التي تتقدم من قبل تحكيم كيف على البداية الأولى وعلى الانطلاق الأول. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الانطلاق الجميل وعلى العروض الأخيرة والعروض
الأرض المتميزة من قبل كيف مع الأمتار الأخيرة لهجن الشحانية وبرنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا كيف 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 مع انطلاقة الشوط 13 تظهر هذه البطلة المتميزة الجميلة وتقدم لنا هذه العروض الكبيرة كيف لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا كيف. ثاني المراكز كان الوصول من قبل رهف لهجن المرقاب علي بن سالم المالكي، بينما ثالث المراكز كان الوصول من قبل أثير بشعار سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن سلطان آل ثاني حاكم بن راشد المالكي في عملية التضمير، بينما رابع المراكز كان الوصول من قبل خيرة لهجن مزبار سعد بن سالم الهولي النعيمي، بينما خامس المراكز كان الانطلاق والتواصل من قبل حربة بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. تابعنا وياكم وشاهدنا هذه الانطلاقة الجميلة والسرعة الجنونية من قبل كيف لجنة شحانية جار الله بن محمد بن عقيل. 6 دقائق 22 ثانية 31 جزء من الثانية. ثاني المراكز كان الوصول والانطلاق من قبل رهب لهجن المرقاب بقيادة علي بن سالم بن حمد المالكي، قاطعة مسافة 4 كيلومترات بتوقيت وقدره 6 دقائق 27 ثانية 21 جزء من الثانية. كان ثالث المراكز وكان الوصول من قبل أثير بشعار سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن سلطان آل ثاني حاكم بن راشد المالكي، 6 دقائق 29 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك.